تصوروا ان الواحد يكون فيه الزهايمر. دابا حنا نقولوا واحد انه باقي شاب، باقي مهم صغير، باقي جون بحال هكا، ويجيه الزهايمر. غير تخيلوا هاد بنتهم معايا، مثلا انا في الزهايمر، هاي نعس بالليل، فقط غادي للخدمه، بخاطر ما نمشي للخدمه مشيت للبحر، بقيت مريح في البحر حتى الليل. وكيف ما كنعرفوا هنا صحاب الزهايمر انهم اي حاجه ما تيفكروا والو، هما راه نظاظر حطوهم كينسوا فين حطوهم. هي ديال واحد انه كان مزوج وغادي للخدمه وعنده عائله وكل شيء بخير، سيد هبط من الدروج، جا الزهايمر مخاطر يهبط النيشان، هبط لتحت، بقى غادي 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 غادي، واش شاف تعيا ويرجع للدار، واش غديرو؟ هذا هو الزهايمر. ما علينا، القضية الزهايمر فين حنا بزاف، انا اولهم بعدا. انا كنحط شي حاجه كنسى فين حطيتها، وغتكونوا متفقين معايا، تكون حاجه شاده في يديك، هي ديك القضيه اللي تيقول لك مركبه ولدها في ظهرها وكتقلب عليه. صراحة هذا اللي ولا مرض العصر، هو اللي ولا كتير، كتلقى واحد باقي صغير وتنسى. انا شحال من مرة كتسخرني الوالدة، تسخرني الوالدة تقول لي مثلا شي سخروا الوالدة ولا الوالد يسخروني، ماشي ملي كنت صغير، المهم ما عارف شحال، ولكن ملي كنت صغير وصافي، نجيب الخميرة كيعطيك 10 دريال، ديك الساعة كانت 10 دريال الخميرة، نجيب 10 دريال الخميرة، كنت نبقى غادي نقول الخميرة 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 الخميرة، ما تبارك الله كان الحانوت بعيد، الخميرة 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 الخميرة، تزقتي بهم فرماج ولا شي حاجة أخرى، محمد فين هي الخميرة؟ نسيت. هذا هو الزهايمر بدا ملي كيكون باقي صغير. أما الزهايمر ديال الناس الكبار هو تكون مريح مع والديك ولا مع شي واحد في العائلة كبير، كتريح تيقول لك شكون انت؟ اويل الله يديك ابو شمش من ان حق الله العلي العظيم، هادي اللي كتكون حمقى وحمقى بزاف، وخاصة كتريح حدا امك كتكون دايرة الحامض مطيشة مدوراهم عاقدة واحد العقدة، تيخصها غير شوية ديال الملحة ودير شلاضة. حق الله العلي العظيم.